بالنسبة لجولة المحافظات، معانا مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، ومنها تحقيق 19 مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية في الإسماعيلية خلال مايو اللي فات، ومركز الإرشاد الوراثي في سوهاج قدم خدماته 440 طفل من محافظات الصعيد، وأخبار تانية من كفر الشيخ وأسوان وكمان الجيزة. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها في الإسماعيلية اللي قدرت إنها تحقق معدلات كبيرة من التصدير في شهر مايو اللي فات، وبلغ خاصة من المحاصيل الزراعية اللي سجلت حوالي 949 ألف طن من الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية والنباتات العطرية والطبية بقيمة حوالي 19 مليون دولار. في الجيزة استجابت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ل 98% من الشكاوى الواردة من مواطني الجيزة، وتم التعامل الفوري لإنهاء أي شكاوى أو استغاثات تم رصدها من المواطنين. في سوهاج أعلنت مديرية الصحة إن مركز الإرشاد الوراثي اللي تم افتتاحه في فبراير الماضي قدم الخدمات العلاجية ل 440 طفل وطفلة من محافظة سوهاج ومحافظات تانية زي أسيوط وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد، ده غير إن المركز صرف 6307 عبوة ألبان علاجية للأطفال مجاناً، وده ضمن مبادرة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديث الولادة. في كفر الشيخ شهدت قرى المحافظة حملات تحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية المختلفة ضمن الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية، وتم تحصين 29 ألف طائر ضد الأمراض الوبائية و2400 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور. في أسوان تم البدء في التجهيزات الخاصة بانطلاق مهرجان أسوان للمانجو 2022، واللي هتبدأ فعالياته في الفترة من 26 يونيو والحد 1 يوليو، واللي بيستهدف استثمار الثروات الطبيعية للمحافظة ومنتجاتها الزراعية وتسويقها اقتصادياً.